وأنمن مركين نقطه أقون نادي أقوننا أدلته سياسنا أخبك أقون عقل يودي يقوان كوري هاي أدكيرو أما أقوني أما كل إيدي ورأن حضرت يقوان تروح كوتش هاي هاي أخيرا ما لديه أدن بي كدعا يقروا فالفن أخيرا سوى حوي أخيرا بيش اللحلالي بيش المانت أفري توانك أه لحيه كدعا لي مغالي قروا وعيدا لبحي إسكو مقعاوي إلي كوماندوس مدح فنان وصيح أيو قرين قرال قوبيه أو تليكي هاي ممكن لي لهذا جمعاني جامعة تكر هاي بيش أفر تادي بدون كسر سارين إن عن قرو ولا بقلان كريم وحلي هذا استوان جرين يدرش أي كم عاين وحال قولا إذا ما تدرين ولا حين إيش أفرت يعني من قرار كسر سارين إيش اللي يبينا قردم بعدين دم بقى وحي خب يوير قوام حرمت من احتويله كنت لا لجمع مني وحي بلاشوي لدعاء كساس حرمت بيسيو أو هالكاسو أني أنا غلط كي كيبك أي كنت لك شيء قلت كي حوشة قوانية أي كنت رين بريسو أردت أن يدع أخفنتي وحي هيد وحلق النحو وراح الموضة سامين نوانو يالا تقام هاي شير بنت الله ولي وفير بروي سامين تانو يالا تيوحو ويهي وامر شير بنت الله سامين بيكو يالا تيو سمعدي سامالي أي كل هاد أوكي كتشي وايو حانو شيغن هنا هنا المحي كان اهرب بنت الان خوية دي فدرالك يا عبدي فدرالك يا ديمقراطية دي يدو هيك ساس كنت وحانو هين استيج كيوغو دي قولات سميسنا وكيدينا ايا هاي فالمركو هوري ونشيو ميشا تبين وحاسكو مع مناعين سلسان سومالي ولا جاليو خان سومالي ولا جاليو يعني نجيب عبد الخصو نغامي تاسورتي عيب النواحي ما تكلوا عيب النواحي روحه ويغير نقاليد عيب الكواحي وليب اللي مو لا غير نقاليد كان نقاليد وقروا قبائل بدن باتكن او سومالي او اللي مو لا غير يسمى حمود وحي كدع باشاس واحد صور رأي يسمى حمود بيها وحمال قلنا وارنتاس قدم بينا وهي هاي لمنع يسمى حمود او سياسة كفر شريمان ارنتا هي دعا وحلوض وغادا كرمانها وحاسي كفر حصناح او كفر حصناح ان لبينتي اقويهنكي وحقرتكي تويد مغالي ولو يسمى حمود اي بيان كسو صارا ارنتاس الكمو بشليان الي كحنيهم كذا اللي قلنا يان في البنتي لان كلا واحد عاي وعيد قد عضي أي كانت بالبنيان أكو دميتي اسم مدى مغانكو إني قوانكو دا موشيان وأكو تاقيت ساهي سوابتا كنتي اسم مدى مغانكو إني موشيان فكر كودانا وحا كانت نبادونا أي هوشا كوشي ومالينكو دارين أيو لها قريان مقابلنا إنا حدي مارك سيام أخذتا كروا لغير الدنيا وحي كلا عيب كنوغت دستور كبنت الله وحا كتال قروا إني تهي عاصمة بنت الله دستور كبنت الله قبل كيسة طبناد وحاكوطة الله قروا إلي تاي عاصمة بنت الله إلي تاي حرم تدور دكو شاقين السو نقول معمول دور خير قولي بركة وحان أمو غمي غداو الله يريد نقول بيسم حمود عمصر عدعه إلا نقشي أغنى برشلة انتاري كالي قروا وحا أنقو أنا ددكو عاي تشري وحا أمو كالي إلا نمانت أنقو أمو غمي إلا نقو كلمة دان نقو سيبوه أرتاج مرلبات إلى مصدر هذا خير من كلان وكذا هنا وحان غالي كذا الجرينا عطش نوع كذا بينا إيه نعاشيا وأيام دفع وأيام دفع خذ هذا فريدة ورفعة ماشة كوت على إيشوا صارين وإيش قرار كوا إسلامي وأمر لا تهر كوا حكوا كوا قرار أستان تفرق أما كوتش أو أمس في فرق من كلا وحا كوران دنتي لان استيدك صوماليا وحي ليهين مر ليهين كوتدا لواد عيدنك كوان دوستا مدحا بنام قارها هو اندبنج حكم مدحا بنام يهدود مرنا وحي ليهين كوان دوستا دنب دنتي لان مركا إياقا لغا ربا حالكا سكلاريفكيشن بركي ورغد قري يبدا حوضا لغا ربا سؤال شان هدا عصان مغلا هدا اندبنج يهين اندبنج هدا يهين سلاي قري
هذا هو ولا مالك شنا عدي مالك بقى في كسر مالك شه أما فنجريسة أي أشياء غنية هوية لكن هذه حكومة هي اللي هو شيء ماذا وحوي حكومة غادة كنا وحيلها تعرفه وهيو تليها أسرة إذا ماذا قلت لنا المركي لفيري ومن حوله أمر كم من حوله يكون هذا كان يتليها كونا صداقين لكن والله ما لك شيء وحما لك شيء والله يا غنى شخصية كا وأنا جروب لبحي أرين شاوي والله بحي وجروب كفر شلم السياسة نريبا عن كبوترة لما كان هي جاو حتى حط هاجن مش برنامج كان آخر عضينت اليوم هاكل راشدي وانجنت وأنا من وقتها طار كود لو يقيني إني يهين ملكي لياشة دولد حقوق عليه ملكي لياشة دولد وحين كل بحين وحيا عين قربها اللي مسكحة هي عقلية وحيا عين سمية عبد الله يدل وحط شارك وواح وحط الكلمة ودان هنا بركي اللي دورني برنامج كان لقى يرجلني سجح دقماء وفين يقرل لي أي وحيا عين لمنك أريد أخذ موتك ولما لا أكو بحيني إنه برنامج كان شفوله وحا أيام بفاء ما أنت مركز هلك لا يقعني أما صحابي السياسة دا يكبحين إنه يشبدلان أو يرهدان برنامج هو حاران صلي حلال بوها لكن ما أنت هو حاران إلكي إليس أنا مجيبين ومدو وحاوي ماشي بنتي وجيكو يقع يقعنا لما كان يقع يساحبه ويعيد كدام بيسما وحي ربان بك عندها إنه كتورا لكن لقي يلميه ما أنت منك إلا شيء كل سيار بغو سيار شيء لاضي قبالي في أن حسن داهي رويس وقصف علي دولة بحيث تبدأ علمي ninkii dhashay oo aabihii la dilay ama hooyadiis aqsay qaaday maanta waa dhawreysada jir waa ogyahay ragii waxa sameeyey maanta isaga weeye ninka dhahay no ka yeeli meeno waxa aad wadid runtilaan mira midaysan jihaysan soomaali wax la qeybsanaysa baan qabnaa waa maasantahay soo noqdo barnaamij kan hadda la wado oo soo noqdo oo ah isdiiwaangelinta iyo codaynta waxa loo codeynayaa maaha madaxweynaha la dooranayo maaha waxa loo codeynayaa golaha baarlamaan waxa weeye golaha deegaanka la dhisay golaha deegaanku waxay akhda waa golaha dowladda hoose waxay faa'iido leedahay marka waxa weeye faa'iido ay leedahay waxa weeye waxa lagu xoroobayaa qabdhaqankii ahaa in nabadoonka ama caaqilku uu soo magacaabo cidda la talisa waa la arkay horumar la'aanteeda la arkay xisaab la'aanteeda la arkay haddii xildhibaanku wuxuu oran jiray markaas wuxuu ahaa qormada ay soo dooranayeen nin nabadoon bay soo dootay laakiin birri waxaa imaanaya xildhibaan ama adigu aad dooratay oo aad codkaaga kula xisaabtami kartid waxa uu qabtay iyo waxa uusan qaban marka waxaan ku dhiirigelinayaa reer Puntland guud ahaan barnaamijka in la taageero la isdiiwaangeliyo la soo baxo nin walba maaragtay mustaqbalkiisa ayay sharkaasi ku jira oran maayo mana hubo boqolkiiba boqol in laba kun iyo afar iyo labaatanka doorasho one man one vote ay ka dhacaysa Puntland laakiin at least waxaan leeyahay Cabdisaciid Cabdullaahi Dani meel buu wax soo gaarsiinayaa meesha waxaa imaanaya ninkii birri wax ka noqda haddii isagu marnaha kusoo baxana wuu sii wadaya marka baaqaygu waxa weeye ku wajahan guud ahaan Puntland barnaamijkaas oo kasoo fulay gobollo badan ma filayo mana suurtagelayso garow inuu ka fuli waayo ciddii ka horta waadana waa la iska dhicinayaa oo si sharciya la isaga dhicinayaa waa niman markay noqoto aqoon maadi aqooneedna aada u liita siyaasadna waxba ka aqoon caqligooda iyo go-aankooda yahay cadkeero ama aan ku cunay ama ku cideeyey lagana yeelimaya dadku maanta aqoon bay yeesheen wax xisaabtamayaan waana la xisaabtamayaan cid kasta arrintaas maaragtay isku dayda iya waxaan bannaynayaa degmada Dangorayo iyo shacabkeeda sidoo kale degmada Murtila iyo shacabkeeda oo isdiiwaangelinta laga daafuray si fiican ay u socoto waa ku dayasha mudane roo model voucher dadka salaam aleykum raxmaanu garowe oo lagu waday todobaadii bishan inay maaragtay ay ka bilaabato sida degmooyinka kale ma suurta gelin maxaa leedahay marka garowe mar labaad walaan waa su-aal fiican weeye waxaa dib u dhigay deeqa wixii dhacay tartiis iyo xaaladda kasoo cusbaatay sool iyo sanagii cayn oo garow ay noqotay meeshii ay dadka qoyga u noqonaysay ay noqotay meeshii ay u baahnaayeen dadkaasi maaragtay ay daryeel ka helaan
oo loo gurmaday marka xogaha waxay noqotay doorashan gelayna dadkii waa dhibaatooyin waa soo qaxeen xogaha waxay noqotay wax aan aqalku uusan keeni karin marka taas waa keentay laakiin macnaheedu maaha waa ku celinaya in garoowe aysan ka dhici doonin een dagaalka oo socda ay doorasho qabaneysay gobolada kale iyo degmooyinka kale uu ka socday madaxweynaha oo hadlay wuxuu sheegay in doorashadu aysan maaragtay joogsan doonin marka maxay kaga duwan tahay garow oo iyada gaar uga dhigay bal isdhihi karaa arrimo kale u baaqatay lama xidhiidho arrinta sool maya waa aan culays fara badan oo aan la maleyn baa soo fulay waxaan filayaa adi laftii aa garow inaad joogtid culays fara badan baa soo fulay dad badan baa soo qaxay dadkaasi waxay u baahan yihiin hoy waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin waxbarasho culays fara badan baa soo fuulay si kala baxa